السلام عليكم. المدنيون في محافظة حجة منذ 5 سنوات يدفعون ثمن حرب لم يكونوا سببا لها ولا طرفا فيها. كل أشكال الحياة والنشاط الاقتصادي الذي كان يعتمد عليه السكان تأثر بظروف الحرب، وتدريجيا تحولت أغلب التجمعات السكانية إلى جيوب معزولة داخل مناطق عسكرية بمن فيهم النازحين، لدرجة أن بعض الأسر نازحت حتى الآن للمرة الخامسة وخسرت كل ما تملك من ثروة حيوانية كانت هي مصدر رزقها وغذائها. مشاهدينا الكرام، كاميرا قناة بلقيس تنقلت في مناطق مختلفة من المحافظة ونقلت بعضا من شكاوى السكان وآمالهم، نتابعها في الفيلم التالي. نزحنا من مدينة حرب بعد اضطهادنا من الحوثيين من منازلنا وتعبيد منازلنا إلى مقرات عسكرية، فذهبنا إلى مديرية حيران، نزحنا إلى مديرية حيران. استهدف مقذوف من مقاذيف الحوثيين معصرة الوالد، فتأثر عليها الوالد، توفي الوالد منها وتصوب أخي. كان ساكن في مديرية حرب، يعني نقلنا من مديرية حرب إلى مديرية حيران، وبعد مديرية حيران في قرية الدير كان مقذوف تفوت علينا في الليل وفي النهار. رجعنا انتقلنا إلى السادة لنهرب من الضرب، وكنا في السوق شغالين، وفلتت علينا مقذوف عند الحوثيين ليلة الجمعة الساعة 2 الظهر، وكنا الجرحى 4 والشهيد 1، وأتت الضربة وحنا يعني في السوق جلاسة. دخلت الشرعية في مديرية حيران، وحنا كنا نشتغل في المعاصر في المعصرة زيت السمسم، فبعد ما دخلت الشرعية اضطرينا يعني استقرينا في بيوتنا أسبوعين، ثم رجع الوالد رحمه الله إلى العودة للعمل والعودة للعمل، فذهب إلى المعصرة، فحضر المعصرة إلى السوق وبدأ يعصر، ولمر أسبوع أو أسبوعين إلا بعدما وقعت عليه الحادثة وتوفي بمحد المقاذيف الحوثية في سوق حيران. المواطنين ما يجمعوا عمل اليوم، ما بقى إن كان واحد عسكري موظف، والله ما المواطن ما يجمع عمل، حتى لو وصل لي زارعين لزارع ما تبتع لهمش فيها يبيعونها، معناها ما ماشي يصدرونها، وإن كان في النيمة قليلين ما بيجمع صدرنا، قال لي كل واحد يشيل سيارة إيجار من أي مكان ويأتي مشوار الهالم للجعدة، والمستشفى هناك ما في مستشفيات هناك، يفرقون بعضها 3 أنفار 4 أنفار في المشوار، وبعضها 2 يأتون المشوار مفهومي. مثلا اصحاب حيران واصحاب المناطق البعيده كيف ينتقل لعندنا؟ يقول لك انا معيش حق مواصلات، يجلس يتحمل المرض مثلا 3 أيام 4 أيام ويوصل عندي قد تعب زياده، يعني حاله الصفائح عنده قد منخفضه زياده، الدم الدبليو بي سي ناقص، البلاتيليت ناقص، فيوصل عندي قد بالمرحله الثانيه من حمى الظناب كل الملاريا، فما يوصلش عندي المريض اول شيء يعمل له اجراءات الاوليه واحد من المضاعفات. لذلك الان المؤسسه الطيبه بالتعاون مع مركز الملك سلمان دشنوا بيعملوا مركز للعزل، بيبداوا الان يشتغلوا عليه، بيعملوا في حيران، بيكون هذا كنقطه مستعجله لاستقبال المرضى، تمام، يستقبلوا هناك يعملوا الاجراءات الاوليه هناك، وبعدين اي حاله صعبه يدوها عندنا احنا نستلمها هنا على الاجراءات اللازمه، فتكون هذيك نقطه تواصل بين حلقه تواصل بين حيران، نوفر لهم سياره اسعاف حق المركز يكون توصل المرضى لهنا. اقول لك ان النشا في شارع والنشا مويه والنشا دبات والنشا خزانات، وانا انضبح هم انا ولا حاجه، الواحد ما ياكل حتى قيمته شاهي، ودحين صرفونا من كرتون ما ياتي لهم بيت كبير اللي فيه 10 أنفار ما ياتي له، قال خلاص ما انا شد دولهم هم ولا ناس جدهم دوله ما تاهبش دوله تاهب، لكن شلونا هيكون يعني وصل علينا من كرتون قحومة انا وقحمريته اقود بقواده. طيب الان انت والحجه كيف تفعلوا مع البرد؟ البرد انا بطانيه وحده ندور في مطرها انا وياه، وانا غرفه دايرين فيها مطرن علينا البارح لما كان ما حصلناش لحي
خيم احنا ما حصلناش. المواشي ما بيت الا في مواشي. ما بيت لا عنده مواشي. أيوة. يعني يبيعون؟ أو الذي شيء يشتغل عنده مواشي. والذي مش يشتغل ما عندش مواشي. أقول لك أنا 5 سنوات نازح من حرس، 5 سنوات. قمت ب50 دابة. غلقن ولا عاد معي ذي 5 نزحة هنية. راحن نزح كل مرة سنة نزح 5 نزحات كل مرة. احمل واركب وانزح واتصرف منها غلقن 50 وثنتين بقر لا معايش اليوم حتى ديك من بين. لا تنقل يعني ما النحال ما معاه الا الموسم موسم العرق. الان هنا عندنا في حيران ما بيش نح ما بيش عرق ما معك الا تطرح في نفس البقعه. نروح بس تقطعات يجوا في النقاط يعني ضرائب على كل عود مجهود حربي زكاة يعني ما تجزع نقطة إلا يمكنونك مجهود حربي رغم يعني بعض المحلات ما يمكنكش إنك تروح منها من سبب الألغام. يجوا يعني إذا حملت إذا منطقة يعني فارغة يجوا لك يقول لك يعني بتحمل من هنا ما تنزل تحمل يا نضرب النوب حقك لرفعنا مسألنا حالة. قل حسن أولاد كان يخرجوا من بنبل إحنا كان نرأى أنا وياه كنا في هني نرأى في حيران ونرد ميدي نروح هناك. قل دخل الحواتز وأطوبنا من ميدي دخلنا هني حيران دخلنا حيران لحقونا هني سأطوبنا من هني هبونا الغامون خفنا على أولادنا ما نضرب ولدنا هربنا من هني زدنا أنا لخم 6 5 أنفار زينابهم من هني وغلقهم 6 مات كان إحنا نؤمن هو واحد كبير كذلنا الموجب نروح لحرمته هني. قلت ما زيدنا بننا نضرب هني هربنا بأولادنا وبدوابنا هربنا من انطينه وصلنا انطينه لحقونا خفنا على أولادنا وعلى دوابنا ردينا الهالم قلنا يمكن خرج الشر من حيران دخلنا هني بكانوا ورانا تمر في دواب حقنا خقدنا خايفين على نفوسنا وخايفين على دوابنا خفنا كل ما خرجنا دابا ضربا فين ما مشينا قابلنا الغام ساعدونا بتل الغام نهبنا احنا ما ولا قال غير هدوابنا ما من اللي هاتي الدواب لا ما انا شغل ولا قال له ولا ما انا جهو الكبار هير انها انا هو واحد قابل كدن الغام خلاص تمر في دواب ساعدونا بدوابنا ساعدونا بلف الارض دوابنا نراه بنفوسنا ساعدونا بس خرج لنا من الغام اللي في مصالبه كدنا خايفين على الأطفال وأنا لهم صغار خايفين عليها كدنا تكون قدلوا جنبهم بيوت ما أدمنوا ولا آزة عشان ساعدونا في الألغام خرجونها لنا كبون دوابنا تروح ترقى. طيب هجم علينا الحوثي منا يمكن 75 أسرة وهجم علينا برصاص وقنابل ومؤدلات وإحنا يعني ما ندري لين أجينا للخط عشان نركب السيارة للخط مقطوع قطعوا علينا مشينا رجل للجأدة قطعنا رمال وشؤوب بين سيول بين ألغام بين كل حاجة وشأنا أطفال مشاي مشي بعضهم بعض عمره يعني 4 سنة أقل وهذا اللي حصل علينا وإذا إحنا في منطقتها الجأدة والله الأطفال مساكين تعبوا زيادة تعب لا بعد ولا وراء الموية ما صدقنا وإحنا نلقى الموية بعضهم أطشوا من الظما والنساء يعني اللحمة يعني ما صدقوهن يعني يصلون وأجايز يعني بزازهن بعضهم بزاز ما قلناش عاد نركب حتى على المواشي أوجه أنهم يشوفون وضعنا الذي صار علينا من هذا الحوثي وهذا التعب اللي صار علينا يشوفون وضعنا كيف ما نجد أي حاجة ما هربنا أنا إلا الملابس اللي على ديوامنا لا نجد أكل مصاريف ولا نجد أي حاجة خرجنا نلبس والحوثي يضرب علينا
3 وصلنا في الليل الساعة 8 قطعنا مسافة وما أنا ولا مصاريف ولا حتى ملابس أنا من بدلة بس وحدة. رعاة الإبل والنحالون والمرضى والمسافرون والطلاب والمعلمون، الطرقات والأبنية بما فيها المساجد والمدارس وحتى خزانات المياه المخصصة للنفع العام، كل شيء تعرض للاستهداف في محافظة حجة حتى أصبحت من أكثر المناطق تصديرا للنازحين. وعلى الرغم من كون غالبية سكانها يعانون الفقر وغياب مشاريع التنمية منذ عقود النظام السابق، إلا أن مشاريع الإغاثة قلما تجد طريقها للوصول إلى المحافظة، وإن وصلت فإنها تصل إلى أيدي اللصوص والعصابات كما حدث في الشهر الماضي، حيث قام مجهولون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنهب 127 طنا من المساعدات الغذائية المخصصة للفقراء في مخازن برنامج الأغذية العالمي. مشاهدينا الكرام، نستضيف في حلقتنا هذه الناشط الحقوقي عبد الحفيظ الحطامي من مدينة مأرب. مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. أهلا بك أختي الكريمة، أهلا وسهلا. مرحبا بك. كما شاهدنا في الفيلم السابق شكاوى سكان عالقون في مناطق اشتباك في محافظة حجة، بعضهم نزح للمرة الخامسة، نود أن نسألك عن المخيمات وظروف السكن فيها. نعم أختي الكريمة، في مناطق الاشتباك بالذات في المناطق محافظة حجة هناك وضع مأساوي ووضع كارثي، وسبق نحن كحقوقيون حذرنا من مغبة استمرار تحرير بعض المناطق ثم الانسحاب منها، وبالتالي هذه خلقت ظروفا قاسية وصعبة أودت بحياة الكثير من أبناء محافظة حجة وبالذات في مناطق حيران، مستبة، حرض، عبس والكثير من المناطق وحدود الاشتباكات بين القوات الحكومية وبين ميليشيات الحوثي. هناك نزوح كبير من هذه المناطق سواء باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو في باتجاه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. المنظمات الأممية والمنظمات الإغاثية للأسف تعاني أيضا من وضع قاسي في التعامل معها وبالذات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. نعم سيد عبد الحفيظ، سنتحدث عن دور المنظمات، لكن أنا أسألك عن وضع المخيمات، هل هناك مخيمات وكيف هي ظروف العيش فيها؟ نعم هناك مخيمات في مناطق حيران، في مخيمات في مناطق عبسة، مستبة، أيضا مخيمات في حرض ومخيمات في القعيدة وبني كديش وأيضا في مدينة حجة وفي بعض المديريات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، ووضعها مأساوي. معظم هؤلاء معظمهم مزارعون، معظم هؤلاء النازحون مزارعون، وبالتالي فقدوا الكثير من الماشية، فقدوا مزارعهم، فقدوا التموين وحتى البضائع التي كانت معهم، وخاصة مربو النحل ومربو الماشية، فقدوا رؤوس أموالهم وبالتالي لا تصل إليهم الإغاثات، ووضعهم بائس لدرجة أن الكثير من هؤلاء أكلوا حتى أوراق الشجر. هناك أيضا إضافة إلى تحدي ما يتعلق بقضية حصولهم على مياه الشرب النظيف، لا يحصلون على مياه الشرب النظيف، وبالتالي أيضا تفشت فيهم الكثير من الأوبئة والأمراض كالملاريا والحميات وحمى الظنك وغيرها من الحميات التي تعصف بمخيمات اللاجئين هناك في محافظة أو النازحين في محافظة الحجة. وطبعا مساحة الوجع في هذه المحافظة ازدادت مع استمرار هذه الحرب التي بقيت مفتوحة وتنعكس طبعا سلبا ومأساوية على الوضع الإنساني في هذه المحافظة. نعم سيد عبد الحفيظ، كما استمعنا لشكاوى الناس،
كانوا يتنقلون لأكثر من 5 مرات ينزحون من هذه المناطق، بحيث أنه يتم تأمينها من قبل قوات الجيش ويعود الحوثي لقصفها. برأيك ألا ينبغي على قوات الجيش تأمين هذه المناطق وأيضا حتى تحذير النازحين من عدم العودة إليها؟ نعم أختي الكريمة، هذه المشكلة مؤرقة للسكان ليس في محافظة حجة، ربما من محافظة حجة مرورا بالحديدة وحتى منطقة المخا غرب تعز. هذه المنطقة الساحلية أصبحت منكوبة بفعل عدم التحرير الكامل وعدم تأمين هذه المناطق، كمناطق مستبة، مناطق في مناطق في حيران، مناطق في عبس، ومناطق أيضا في حرض وميدي، إضافة إلى مناطق في محافظة الحديدة كالدريهمي والتحيتة وحيس. هذه المناطق التي يتم تحريرها تقوم ميليشيات الحوثي بقصفها وأيضا بزراعتها بكميات مهولة من الألغام والمتفجرات. هناك الكثير من الرعاة في محافظة حجة وفي مناطق النزوح قتلوا بهذه الألغام وبهذه المتفجرات، معظمهم طبعا من الأطفال والنساء. هناك من يرتادون للبحث عن الحطب أيضا قتلوا بفعل هذه الألغام. هناك جمال، هناك ماشية قتلت بفعل هذه الألغام، وبالتالي يكون الوضع مأساويا وكارثيا في هذه المناطق التي تقوم الحكومة الشرعية بتحريرها، وللأسف الشديد لا تبقى آمنة من عمليات القصف ميليشيات الحوثي، ولا تأمن أيضا من قضية بقايا الألغام التي لا تزال تؤرق سكان محافظة حجة وأيضا المناطق المحررة في محافظة الحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي. نعم سيد عبد الحفيظ، استمعنا أيضا لشكاوى النازحين من عدم توفر مستشفيات ميدانية قريبة، بحيث أنه إذا تعرض أحدهم للقصف أو حتى تعرض للغم يعني يتم إسعافه إلى مسافات بعيدة. حسب معلوماتك هل هناك مستشفيات ميدانية، ولماذا برأيك لم يتم توفيرها إذا لم تتوفر؟ نعم أختي الكريمة، طبعا للأسف الشديد في مناطق الميليشيات لا توجد هناك مستشفيات ميدانية، وإن حاولت بعض المؤسسات ومنظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية التحرك في هذا المجال يتم مضايقتها من قبل ميليشيات الحوثي. وحتى أيضا في المناطق سيطرة الحكومة الشرعية هناك أيضا نقص مهول فيما يتعلق بالأدوية وفيما يتعلق أيضا بقضية عدم إسعاف المصابين أو المرضى إلى مناطق، طبعا مناطق النائية كميدي وحضرم وحرض مناطق نائية، وهي مناطق أيضا كانت مستعرة في هذه الحرب، ولا توجد للأسف الشديد لا قوة التحالف. الحكومة الشرعية وفرت أبسط ما يسمى بالمستشفيات الميدانية، وبالتالي يروح الكثير من يذهب الكثير من الضحايا سواء بالأوبئة أو بالحميات أو بعمليات القصف أو بعمليات الألغام والمتفجرات التي لا تزال تستهدف المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء. وبالتالي هذه مناشدة طبعا نحن كحقوقيون نطلقها عبر قناة بلقيس للمنظمات الحقوقية بالتوجه إلى إسعاف المواطنين وإيجاد مستشفيات ميدانية، وهي دعوة للهلال الأحمر وللصليب الأحمر الدولي لإيجاد مثل هذه المخيمات الطبية لمحاولة يعني الوقوف مع هؤلاء المدنيين الضحايا، ضحايا الحرب المشتعلة في هذه المناطق وضحايا الإهمال صراحة في مناطق الشرعية. وبالتالي يجب على المنظمات الدولية أن تتوجه إلى هذه المناطق لإغاثة المنكوبين، وخاصة أولئك الذين تعصف بهم حمى الظنك والملاريا والكثير من الأوبئة، إضافة إلى الألغام والمتفجرات والقصف اليومي بقذائف الهاون والمدفعية والصاروخية، والتي تسبب عادة الكثير من المآسي والكوارث الإنسانية في هذه المناطق. دعنا نتحدث سيد عبد الحفيظ عن الأسباب برأيك، يعني بعد 5 سنوات على مرور هذه الحرب لا يزال غالبية النازحين من محافظة حجة وأيضا من محافظات أخرى يعانون غياب الإغاثة، كيف يعني تعلق أنت على هذا الأمر؟ نعم أختي الكريمة، طبعا الإغاثة طبعا هناك كانت كثير من المنظمات الأهلية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية تقوم بمهامها
في محافظتي الحديدة وحجة أيضا، هذه المحافظات التي كانت من أفقر محافظات الجمهورية رغم أنها من أكثر إيراد أكثر إيرادا لخزينة الدولة، إلا أن هذه المنظمات والمؤسسات منذ اشتعال الحرب في 2015 للأسف الشديد منعت الكثير من هذه المنظمات، لدرجة أن مكتب الغذاء العالمي تعرض لعملية نهب قرابة 127 طن من المواد الغذائية نهبت في محافظة حجة، وأكثر من 100 طن أيضا أتلفت في من الدقيق في محافظة الحديدة في مخازن مكتب الغذاء العالمي بمحافظة الحديدة بعد رفض ميليشيات الحوثي توزيعها للأسر الفقيرة، إضافة إلى عملية استهداف الناقلات والسيارات في مناطق التحيتة والدريهمي والحيس وأيضا في مناطق عبس ومستبة وحيران بمحافظة حجة. هذه المناطق للأسف الشديد لم تعد تصلها هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية، وبالتالي أصبحت هدفا من لهذه الميليشيات، وأيضا للأسف الشديد يوجد أيضا إهمال فيما يتعلق بالجانب الخيري والإنساني في مناطق السيطرة أيضا الشرعية. نعم، استمرار وتعنت الميليشيا في حصار هذه المناطق وأيضا نهب المساعدات كما ذكرت، برأيك ما هي الأسباب؟ لماذا تستمر الميليشيا في هذا التعنت؟ نعم أختي الكريمة، طبعا الميليشيات للأسف الشديد المجتمع الدولي يقف إزاءها متفرجا إزاء كل الانتهاكات التي تمارسها سواء كان في محافظة حجة أو محافظة الحديدة، أغراها بالتالي لمنع وصول هذه الإغاثات، وإن وصلت فتقوم بتوزيعها وتحويلها كمجهود حربي أو توزيعها للمتحوثين وإلى شريحة محدودة من أبناء المجتمع، وهي أيضا تحاول أن تحول هذه المواد إلى مجهود حربي يعني يمدد من عملية بقائها واستمرارها في القتال ضد الشعب اليمني، وبالتالي للأسف الشديد المجتمع الدولي يقف صامتا أو متفرجا إزاء هذه الانتهاكات، وحتى مكتب الغذاء العالمي للأسف الشديد لم يحرك ساكنا، لم يوجد بديل هذه أطعمة وهذه مواد خاصة بالفقراء بآلاف قرابة 20,000 نازح يحتاجون إلى المياه الشرب النقية ويحتاجون إلى الغذاء للأسف الشديد تم إعطابها من قبل هذه الميليشيات ونهبها وتوزيعها وتخزينها بشكل سيء، ومن ثم للأسف الشديد يعني تم حرمان الآلاف من الأسر الفقيرة من هذه المواد بعد أن فقدت طبعا هذه الأسر الفقيرة للكثير من مدخراتها سواء كان زراعية أو مواد عينية كمزارع أو غيرها، أو من حتى لبعض الأسر باعت ما بقي من حلي النساء، وبالتالي أصبحت هذه الأسر تحت خط الفقر وتكابد المجاعة، تكابد المعاناة، رغيف الخبز اليومي. وللأسف الشديد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي عزفت على أوجاع أبناء محافظة الحديدة وأبناء محافظة حجة، ولكن للأسف الشديد لم تحرك ساكنا لإنقاذهم ومواساتهم وإيصال المواد الغذائية والطبية والإغاثية والدوائية لهؤلاء المنكوبون بفعل هذه الحرب التي للأسف الشديد أريد لها أن تكون مفتوحة وتستهلك الكثير من أرواح وتحصد المزيد من أرواح البدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، وهذه كارثة وصمة عار يتحملها المجتمع الدولي ويتحملها أيضا التحالف الحكومة الشرعية الذي أيضا تقف متفرجة ولا تحسم هذه الحرب ولا تؤمن هذه المناطق التي للأسف الشديد لا تزال الميليشيات تقصفها، وحتى مع وجود القوات المشتركة في الحديدة أو قوات الجيش في محافظة حجة لا تزال هذه المناطق تتعرض للقصف، وللأسف الشديد كأنما أراد المخطط لهذه الحرب أن تبقى مفتوحة وتستهلك المزيد من أجساد وأرواح اليمنيين. نعم سيد عبد الحفيظ، اضطر الكثير من أبناء محافظة حجة للنزوح إلى مثلا تعز، عدن، لحج، كيف تقيم أنت دور السلطات المحلية في هذه المحافظات بالتعامل مع احتياجات النازحين؟ نعم أختي الكريمة، طبعا هناك النازحون من محافظة حجة وأيضا من محافظة الحديدة في المحافظات الجنوبية وفي لحج مثلا والضالع وعدن وسيئون وحضرموت، وبعضهم أيضا نزحوا إلى محافظة مأرب. طبعا بعض هذه المناطق في المحافظات الجنوبية يعانون ويكابدون مرارة النزوح للأسف الشديد نتيجة يعني وجود ميليشيات أخرى
تواجه ويعني تستهدف هؤلاء النازحين بتهمة الهوية وبتهمة المناطقية، للأسف الشديد تلاحقهم رغم أنهم نازحون، والنازحون لهم حق الرعاية والقانون الدولي يحميهم من دولة إلى أخرى، ما بالك ما بين أبناء الوطن الواحد. للأسف الشديد لعنة الميليشيات في اليمن واحدة وانتهاكها واحد، تستهدف الضعفاء وتستهدف المساكين وتستهدف الأطفال والنساء في مخيمات النزوح، سواء كان في لحج هناك قتلى، في الضالع وفي عدن قتل العديد من هؤلاء النازحون بسبب أعمال وتحريض من قبل ميليشيات في المحافظات الجنوبية كميليشيات الانتقال التي تحارب على القادمين من النازحين القادمين من المحافظات الشمالية. شكرا جزيل الشكر لك الناشط الحقوقي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معي من مدينة مأرب. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. العالقون في مناطق الاشتباك في محافظة حجة والنازحون منها تم الرصد، في أمان الله.